وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تستجيب دعواتنا. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا، ولا تؤاخذنا بما أخطأنا، وارحمنا واعف عنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، ودليلنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا حجة لا علينا.
اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم لا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال كلها، وارزقنا متابعة نبيك في الأعمال كلها، اللهم ارزقنا الإخلاص ومتابعة نبيك في الأعمال كلها، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بأعداء المسلمين الذين هم أعداؤك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم من أراد بمسجدنا هذا سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة المباركة من النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وقيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على هذا المنهج، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.